أول شيء جيل 2005، الله يعينكم على هاي السنة الطويلة جداً. هاي سنة أنت مر عليكم كل الفصول، ومر عليكم الزلزال تاع تركيا، ورمضان وعيدين ومنهاج جديد واختبار رياضيات كان في مشاكل. أجمل ما فيها كان اختبار الفيزياء. ديروا بالكم اختبار الفيزياء يأثر على أدائكم في الكيمياء، بالكيمياء بدك تجيب علامة كاملة. طب هلا بيسألني أستاذ، يوم جو ونص كيف بدي ألحق أربع وحدات؟ ما بتقدر تدرس دراسة أربع وحدات، ما في مجال. أنت بدك تراجع مراجعة على الإشي اللي أنت درست عليه بمعدل من 5 إلى 6 ساعات لكل وحدة. طب إذا ما بقدر، أنا بنصح إنك تدرس على مكثف شامل. يعني زي كيف مثلا، تعال أستاذ أحمد أورجي، في عنا المكثف، إحنا مكثف الأساس في الكيمياء تعال كيف عامل. أنا في كل وحدة أنا عامل كل التفاصيل عشان ما حد يحكي لي والله إن شاء الله إنك ما بتحتاج الدوسيات ولا للكتاب. هون في المقدمة كل التعريفات مع الأمثلة مع التطبيقات مع القصور مع القوانين مع القوانين تولي مع المقارنات مع كل شيء، تمام؟ حتى مع التطبيقات، يعني مثلا طلعوا هون، ماشي هون، هاي تطبيقات على الأملاح، المحاليل المنظمة، الحموض الضعيفة، القواعد الضعيفة والقوية أيا كان. وبعدين ببلش أحل أسئلة. طب صار عندي مشكلة في السؤال، شو أساوي يا أستاذ؟ ارجع لدوسيتك في السؤال، بتراجع الفكرة، بترتب أمور.